فيها ومع مرافقتنا لمشاهدينا نحاول أن نواكب معكم مختلف ما يطرأ على العائلة التونسية من أحداث أو من تطورات اجتماعية تربوية. لذلك زدني علما يعيش معكم حدث اللي لابد أن نكون حاضرين فيه معكم. وقناة القلم سعيدة أن ترافق العائلة التونسية استعداداتها لحدث مهم. هذا الحدث هو الاستعداد للعودة المدرسية، وإن شاء الله هذا الحدث يكون طيب ومليء بالخير ومليء بالإفادة ومليء بالنتائج الطيبة لكل العائلة التونسية. ولكن مع استعدادنا لانطلاق هذه الأجواء إن شاء الله تكون طيبة وناجحة، كيف يستقبل التلميذ، كيف يستقبل الولي، كيف يستقبل المربي هذه السنة؟ فماشي استعدادات خاصة لهذا الحدث مع العائلة ولا مع التلميذ ولا مع الأسرة التربوية؟ ومع استقبالنا أيضا لعودة مدرسية وجامعية، هل ثبت بعض المشاكل، بعض المخاوف، بعض الصعوبات اللي ممكن أنه يتعرض لها المربي ولا أيضا التلميذ المقصود بالعملية التربوية؟ وإن كانت هذه الصعوبات موجودة فعلا، هل هي صعوبات مادية وإلا هي صعوبات اجتماعية وذهنية؟ كل هذه الأسئلة نحاول نطرحها معكم اليوم مشاهدينا في زدني علما. ومع حضور هذه الأسئلة لابد أن الاستوديو وكذلك فضاء زدني علما يستقبل بعض المختصين في مجالات متنوعة. ويسعدنا أن نستقبل ضيفين كريمين في هذه الحصة من زدني علما، الأستاذ أحمد بوشحيمة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، مرحبا. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي نوري، أهلا بالدكتور نور الدين العيادي، أهلا بحضرات المشاهدين الأعزاء. نتمنى أن تكون حصة اليوم فيها تفاعل وإضافة وفائدة كالعادة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أيضا يشرفنا أن يكون حاضر معنا في الحصة طبيب نفسي الأستاذ نور الدين العيادي. أهلا وسهلا بك دكتور. شكرا، مرحبا بك. مرحبا سي نزار، شرفنا بحضورك. يعيشك ربي يعزك، وإن شاء الله ديما منورنا. بارك الله فيك سي نور الدين. وسي أحمد باش يكونوا معاكم في الحصة، إذا كان ثم استفسارات، إذا كان ثم أسئلة، إذا كان ثم بعض المعطيات تحبوا نخوضوا فيها جميعا من أجل مواكبة العودة المدرسية وخاصة استعداداتنا لهذه العودة، مرحبا بكم. تجمو تشاركونا سواء كان عن طريق الصفحة الرسمية لزدني علما في الفيسبوك، وإلا من خلال البريد الإلكتروني، وإلا من خلال التليفون أو موضوع على ذمتكم في الشاشة. تجمو تكونوا حاضرين معنا بسؤال أو بتقديم استفسار، وإلا كان فما صعوبة أهلا وسهلا بها. الرقم الهاتفي هو 74 621 607. موضوع على ذمتكم، تجمو تكونوا حاضرين فيه معنا وتشاركونا بالهاتف إذا كان ثم أي سؤال، سواء كان للأستاذ أحمد بوشحيمة وإلا للدكتور نور الدين العيادي. يشرفنا أن نستقبلكم على الهاتف وأيضا من خلال أسئلتكم اللي توصلنا في زدني علما. عودتنا المدرسية هو حدث كبير، علاش هو حدث كبير ولماذا هو حدث كذلك؟ كيف يمكن أن نجعل من انطلاق السنة التربوية سنة للجد، للاجتهاد، للعمل من أجل صالح عام ومن أجل طموحات وأحلام الناس الكل نحبوها تتحقق؟ لأنه ما فماش عائلة في تونس، ما فماش إذا كان ما عندهاش صغير، سواء كان في رياض الأطفال وإلا تلقاه في المدرسة ولا تلقاه في المعهد وإلا تلقاه في الكلية. فاعتقادنا أنه أهمية هذا الحدث تتشكل من خلال هذه البراعم اللي إن شاء الله تكون براعم أمل وخير ونجاح للعائلة ولتونس. حبينا نشوف كيف استعدت العائلة، العائلة الموسعة، سواء كان الأستاذ، سواء كان المقصود بالعملية التربوية التلميذ وإلا الولي، في روبورتاج أول ثم لنعود للحديث مع ضيفينا الكريمين. كيفاش تستعد للعودة المدرسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كأستاذ نحاول باش نغير في نسق الحياة متاعي، بداية من غرة سبتمبر نحاول باش نتعود على نسق معناها حياتي معين، نحاول باش نقوم الصباح بكري، نحاول باش ننظم اوقاتي باش على الاقل الوقت اللي معناها نبشر العمل متاعي نلقى روحي نفسانيا ومرتاح ونجم نأدي مهمتي من على احسن وجه. حضروا الموازنات نتاع التلامذه والموازنات نتاع الاساتذه ونهيئوا القاعات ونهيئوا الفضاء الخارجي ونعتنيوا بالفضاء نتاعنا، وبيان سور نسعى الى تطبيق المناشير والتوجيهات اللي جاتنا بالنسبه للسنه هذه. في بدايه السنه من كل في شهر سبتمبر نبدأ بترسيم التلاميذ
وقبول الأولياء، ثم بعد ذلك نحدد زمن لتوزيع جداول الأوقات للتلاميذ ثم للمعلمين. ونحاول أن البنية التحتية كما ريتوا هنا قاعدين فيه نبيضوا في المدرسة ونعاودوا في كل شيء من جديد. لسه عددات تكون في نطاق الترسيم أو الحاجة، والصغير يجي للمدرسة يبدأ فرحان مع الولي، ونشريوا الكرتابلة والأدوات وفرحة، فرحة الصغار الكليكة. أول حاجة نستعدوا بدنيا ونفسيا ومديا، هكاو نحضروا الصغيرات باش يدخلوا العام الجديد إن شاء الله. يولي الواحد يبدل شوية الروتين، شوية يقوم شوية الصباح بكري، حضر روحي شوية حضر يعني الأدوات، حضر برشا حوايج. هادي يشوف أدواته، يشوف قرايته، يشوف أصحابه، يعرف روحه، يرسم، يتبع شنو البرنامج، يتبع شنو الجديد متاع القراية، دروس معناتها. ناخذ أدوات ونبدأ نفذ شوية، نقرأ شوية إتيود باش ندخل نبدأ حاضر شوية. شنو هي الصعوبات اللي تلقاها في مفتتح كل سنة دراسية وماذا بيك تتجاوزها؟ الصعوبات هي الأكثرية كما نقولوا احنا في البرامج، برامج متاع التدريس تقع ساعة ساعة من العام العام تتبدل دون علم التلميذ ودون علم الأساتذة، واحد كل شيء نقاو هذه الصعوبات. والله الصعوبات هي معناها اكتظاظ، معناها عدد مرتفع متاع التلاميذ في القاعات، جداول الأوقات ساعات تلقاها معناها ماهيش يعني تخدم مثلا ساعتين الصباح وترجع باش تخدم ساعتين العشية في آخر وقت، ثم زادك بين قوسين معناها سوء النظام، يعني التوزيع متاع التلامذة، تلميذ يحضر تلميذ يدخل، افتقاد من قائمات اسمية متاع التلاميذ، ساعات يجيك تلميذ تلقاه مش من اسمه مش مسجل في القائمة. نشكو نقص في الوسائل التعليمية خصوصا الأقسام الكبرى خامسة وسادسة، وتعرف يدخلوا فات البناءات الهندسية، معناها مدرسة مرات تلقى مشكلة في بركار ولا كوس ولا مسطرة، معنا نقص في القاعات. والله بالنسبة للصعوبات كما تعرف أغلبية الأولياء يبدأوا كلهم يلوجوا على القسم معين، يحبوا مثال ولد ولا بنت يجي في عند معلم معين. صعوبات شنية؟ صعوبات شوية ربما ماديا لغيرك أو نفسانيا للصغيرات باش نحضرهم للعام الجديد. والله أنا كولي، نحكي كولي، أنا ماذا بيا معناتها الأمن سيخطو الناحية الأمنية، معناتها تخيل واحد يبعث ولده باش يقرأ ما يتفاجأ كان مثلا صارت له حاجة، ممكن براكاج، ممكن تسرقت له حاجة، ممكن فهمني. والله بالنسبة للكلاسات نظر مثال هكا لش مثال باش تحول الكلاس لكلاس نلقى صعوبة معناتها. والله الصعوبات احنا معنا حتى صعوبات مع الزملاء، عندنا صعوبات كان مع الأساتذة اللي كونه تدخل تبدأ تقرأ يبداوي معناها ما تلقاش ريحتك، ثم أساتذة اللي تحكي معهم تعتب تلقى ريحتك معهم وأساتذة ما تلقاش ريحتك معهم. إنه مثلا ما يعجبنيش كلاس صعيب ياسر أنك تحول منه، ولا الأوبسيون ديما صعيب أنك تحول منها. في مشاهدتنا لكم أعزائي، لاحظوا أنه الكثير منكم يركز على أنه هذا الحدث يعد فعلا ركيزة وله أهمية كبيرة في حياة الأسرة والمجتمع، والكثير منكم أيضا في الروبورتاج يركز على أنه مع هذه العودة ثم صعوبات. احنا مش نسألوكم انتوما ومش نسألوا ضيفينا الكريمين، يا هل ترى شنو الأكبر؟ هل هي الصعوبات المادية وإلا صعوبات من نوع آخر؟ نعرفوا أنه الإجابة تجم تكون حاضرة معكم سواء كان في البريد الإلكتروني، سواء كان في الصفحة الرسمية بالفيسبوك، وإلا عن طريق التليفون 74 621 607. أستاذ أحمد بوشحيمة، أنت مختص في العلوم الشرعية وقد خبرت الفصل وخبرت كذلك العملية التربوية بصفتك متفقدا عاما للتربية، فحضورك اليوم مش يفيدنا من مختلف الجوانب. كيف ترى هذا الحدث بالنسبة إلى الأسرة وإلى العائلة التونسية بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلي اللهم على النبي الأمي المعلم سيدي وحبيبي محمد وآله وصحبه وسلم. شكرا لك أخي نوري، مرحبا بالدكتور نور الدين العيادي معنا في هالحصة اللي أعتقد أنها مش تكون متميزة ففيها التنوع في الاختصاصات. نعم. لو سمحت أخي نوري دعني في البدء أقدم بمقدمة صغيرة عن أهمية العلم في ديننا الإسلامي الحنيف،
وأهمية التحصيل العلمي. نعم. نسكل تعرف أن أول آية نزلت في القرآن هي اقرأ، كلمة بأربعة أحرف لكن فيها دلالات عظيمة. يقول الله تعالى في أول ما نزل من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي أول ما نزل من القرآن الكريم، عندما نتأملها يمكن أن نستوحي منها ونستخرج منها معاني عظيمة جدا. في كلمة اقرأ، هل الأمر هذا بالقراءة، هل هي القراءة في أبسط أشكالها أن تقرأ سطورا في قرطاس، أم هي قراءة أبعد أغوارا وأوسع مجالا في الزمان والمكان؟ أكيد أنها الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني، نعم هو كذلك. فاقرأ تحتمل كل ما يمكن أن يتصور من طلب العلم. اقرأ باسم ربك، الله الذي خلق الإنسان وأراد منه أن يعمر الكون. نعم. يطلب منه أن يقرأ، أن يقرأ القراءة في شكلها البسيط، وأن يقرأ القراءة قراءة الكون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قراءة ما في نفس الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قراءة كل ما يمكن أن يكون طلبا للعلم وطلبا للفائدة وطلبا للمعرفة، حتى وإن كان ما وراء العرش. لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله. وهذا قول مأثور وليس حديثا شريفا كما يظن البعض. نحب نقول للي الإسلام شجع بلا شروط ولا قيود ولا حدود، شجع على طلب العلم، واعتبر طلب العلم جهادا في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. لماذا يعتبر في سبيل الله الذي يخرج في طلب العلم؟ لأنه يسعى لتنمية معارفه، وتنمية المعارف تفتح له آفاقا ليعمر الكون، ليحسن من وضعه، من وضعه النفسي والفكري والمادي، ولينشر خيرا، ليبحث. فهذا كله سبيل الله. سبيل الله كل ما يريده الله، وكل ما يأمر به الله، وكل ما فيه خير. إذن بعد هذه المقدمة والأحاديث والآيات كثيرة جدا، قد لا يتسع المجال لذكر الكثير منها في مثل هذه الحصة، نجي توا للحدث الذي سنعيشه هذه الأيام. طبعا هو حدث يتكرر في كل سنة، ونحن في كل سنة في مثل هذه الأيام نستعد لاستقبال سنة دراسية. السنة الدراسية هذه تقريب كل شرائح المجتمع أو أغلبها، والأغلبية ساحقة منها على صلة بها، سيكون هناك حركة تجارية، حركة تجارية في شراء الأدوات المدرسية والملابس ومستلزمات الدراسة. هناك حركة على مستوى المربين والإداريين الذين سيستقبلون التلاميذ. هناك حركية في العائلات التي تعد أبنائها وبناتها لاستقبال هذا الفصل الدراسي الجديد، وقد تخطوا معناها مرحلة لمعناها يواصلوا طلب العلم في درجة أرفع. فطبعا حري بنا أن نهتم بهذا الحدث، وأن نعتبره حدثا ذا قيمة كبيرة. وهو كذلك مثل ما ذكرت يا أستاذ أحمد اليوم، ونعتقد أنه مش تبقى الأمم تقاس أهميتها بمدى تقدمها في مستوى الأخذ بأسباب العلم والمعرفة. وقد ذكرت بأن الأمة الإسلامية هي أمة تطلب العلم وتحث عليه وتنشده وتريد أن ترسخه، وهي قيمة مطلوبة اليوم، سواء كان لدى الناشئة وإلا لدى الكبار اللي يرسخوا مثل هذه القيم في الحث على طلب العلم. نعم، هو حدث كبير وذو أهمية، سواء على المستوى العائلي
على المستوى الفردي وعلى المستوى العائلي وعلى المستوى الاجتماعي على المستوى الوطني على المستوى الكوني الإنساني والحضاري فعلا والحضارة نعم الإنسانية نعم نعم فهو بكل المقاييس وبكل الأبعاد من أهم الأحداث التي يعيشها الناس نعم في هذه الأيام. نعم دكتور سينور الدين، تراشي أنه الحدث هذا اللي لابد أن نعطيه أهميته، أحيانا البعض يهول والبعض الآخر يقلص من أهميته، هذا التفاوت يخلق شي مشكلة أحيانا لدى العائلة ولدى التلميذ ولدى الأسرة التربوية بشكل عام. أي هو لازم نعطيه الأهمية نتاعو من غير ما يلقى تبسيطه فوق اللزوم ولا نسيانه، ثم تلقى ناسي كونه ثم رجوع نحو ما نقولوا له إن كنت ناسي أفكرك صحيح. نعم كانش غدو الحي باش نقول لك غدو الحي راه وفقنا كونه ثم رجوع للدراسة. نعم وثم ناس اللي تعمل تهويل كيف اللي حدث عالمي وصعيب ياسر والصغير مش حس كان يحس كونه والديه مضطربين مرتبكين هو بيد مش حس نفس الشعور هذا بالنسبة للصغير انت تحكي على الصغير. اي ايوه ما هو الصغير معناتها حتى المراهق راهو الانسان ديما حساس ومشاعر اهله تعديه إذا حس كونه الجو في العائلة هادي ومطمئن والكل مش حس بالطمأنينة. نعم وإذا كان يحس كونه الجو في العائلة متوتر وثم خوف والكل يفهم كونه ثم حاجة مخيفة مش تصير. إذا هو ما شكوش كون الدراسة عند أهمية من درجة أولى. نعم أهمية الشخص في حد ذاته مستقبله مستقبل الشخصي المهني العائلي إلى آخره في عائلته كيف كيف عند أهمية كبيرة. واللي الشعب أي شعب يحب باش يقدم باش يتحق بالشعوب اللي متقدمة لازم تبشير تجي إلى العلوم العلوم الصحيحة خاصة واللي هي مدخل للتحضر واللي بلوغ معناتها الهدف نتاعنا. نعم يلزم استعداد نفسي العودة المدرسية ما فيش شك يلزم فما استعداد نفسي خاص ما فيش وألا ترى حدث عادي نفسانيا دكتور هو هما أغلبية الناس تعمل استعداد نفسي ما غير ما تكون دارس عليه ما غير ما تكون هي عن قصد لكن تعمل استعداد أيوة. مثلا شراء الكتب الكرارس المحفظة إلى آخره من قبل أسبوع ولا عشر أيام تحكي على الاستعداد المادي أنت طبعا لكنه عنده تأثير نفسي خاطر وقت اللي هو صغير مشيش الكتب راهو هذيك رسالة راهو وصل للموعد خاطر هو صغير كان قبل لاهي في اللعب ويسهر لآخر الليل ويقوم مؤخر إلى آخره ما يسالش توا قبل أسبوع على اثنين لازم تولي يرقد بكري نعودوه يقوم كيف كيف بكري مش يبدا ماشي يتلعب اللعب يتلعب الكتب نتاعو مش يغلفهم مش يعمل عليهم اسمه المواد شنية السنة شنية مش ياخذ محفظة إذا هذا الكل مش يخليه في ميدان نتاع التعليم ما عادش يخمم في اللعب ويركز أكثر على الكتب بالقراءة الدراسة يدخل إلى أجواء التعليم قبل انطلاق العودة المدرسية الفعلية صح أنا كيف نقول ثم تحذير نفساني مش معناتها مش نشوف بسيكولوج ولا بسيكياتر اخصائي نفساني ولا طبيب نفساني باش يحضروا لا اما الاولياء راهم الاغلبيه نتاعهم كيما حنا كنا قبل عشنا كيكا قبل اسبوع ولا باثنين تلقى تحس الجو متغير مش كما في العطله اللي الجو بدا مرخوف اعمل اللي تحب اسهر مثالش قوم مؤخر مثالش الى اخره مثالش اذا ثم التراخي بينما وقت اللي يقرب الدراسه واللي ثم انضباط هيا نرقدوا بكري نقوموا بكري واذا كانت واصل التراخي يولي تستمع بعد لك مفاجأة يولي مفاجأة أي ما تحضرش بصفة كافية خاطر ثم نضج الفكرة في مخه الصغير تحب الأيامات مش أمس كان يلعب وما عنده حتى فكرة على التعليم تقول اليوم مسيء مش تدخل تقرأ ثم مدة لازم أنت تاخذ وقتها من أسبوع إلى أسبوعين في بالي ضروريين باش بشوية بشوية الطفل معناتها مش يدخل في الجو هذاك نعم يسمي دون لو بان يدخل في الجو نتاع الدراسة ويبدا هو بيدو يحضر نفسيته مش يعمر نفسيته راهو الوقت نتاع اللهو نتاع اللعب وكذا مش يشوفه وتو ثم وقت نتاع الانضباط نتاع الجديات نتاع الدراسه انا مش نرجع لك بتفاصيل دكتور لانه اللي تحكي فيه عنده اهميه كبيره هو نقول هو التلميذ وكانه ينقطع عن مرحله ويدخل الى مرحله اخرى وهذا الانقطاع في تقديري يشكل حتى هو صعوبه بالضبط في مستوى معناه نكون انا في جو ولا في جو اخر وكانه نركبوا له في ذهنه انه احنا دخلنا الى وضعيه غير عاديه وهذه الوضعيه غير عاديه تخليه هو نفسه مش مرتاح نفسيا غير عاديه مختلفه مختلفه ماهيش نفس الوضعيه نتاعو كيف نهولوا فيها تولي غير عاديه صحيح اذا كان يقع تهويل يولي التاثير نتاعو سلبي نعم التهويل احنا نعرفوا الشيء اذا فتحدها انقلب الى ضده إذا كان مش يهوله يقول لي ثم خوف وثم عندي برشا حالات مثلا ثم حالات تلقى إنسان ما عندوش فرصة باش مش يعاود السنة خاطر وقع طرده مثلا ولا خاطر عنده ظروف خاصة إلى آخره تلقى يدخل من الأول وعليه ضغط نفساني فوق طاقته أيوة. ينجم هذا في ظرف الشهور يجينا بعد ذلك في حالة نتاع إرهاق سيرموناج علاش خاطر هو كبس روحه فوق اللازم والضغط عليه فوق اللازم تلقى الوحيد اللي
وصل في سنه مثلا بكالوريا، تلقاش من اهله يقولوا له انت املنا باش تاخذ البكالوريا في العائله نتاعنا باش تزرنا راسنا. ما عندوش حق باش يعاود العام لظروف اخرى، تدوب لسنه اخرى قبل ما عندوش فلوس باش يقرا في الحر. اذا بتضغط على روحه برشا، فما ضغط ياما بالكلام ولا ضغط بالفعل، معناتها ثم واقع يخليك انه مضغوط عليه. اذا الشيء اذا كان الانسان يمشي هو خايف برشا، هيك الخوف يعمل ارتباك، والانسان ولا عاوز اللي يجي يعمل حاجه بصفه مصوابه ويعملها بصفه خاطئه، فهمت؟ وتلقى وفاهم درسه ولا حافظ، ولكن وقت يجي قدام الامتحان يخطئ ويعمل اغلاط اللي هو ما كانش متوقعها. نعم. على كل مشاهدينا اذا كان ثم اسئله تحبوا تطرحوها على الاستاذين الاستاذ احمد بوشحيمه وكذلك الدكتور نور الدين العيادي الطبيب النفسي، تجمو تكونوا حاضرين بالتليفون 74 621 607 بهذه الاسئله بالاستفسارات، والا شنو هي ابرز الصعوبات اللي تحاولوا انكم تتجاوزوها مع بدايه العوده المدرسيه في اسركم وفي عائلاتكم مع ابنائكم. استاذ احمد، وقد خبرت التربيه والفصل والعمليه التربويه، ثم شكون قال في الروبورتاج وكنا معناها نتفرجوا بشكل دقيق على الاجوبه، فما شكون قال انا راني ساعات نحب نعمل بعض الحصص، حصص التدارك اللي تخليني ندخل الى العوده المدرسيه وانا مرتاحه ذهنيا ونفسيا، هذا تراه عنده اهميه ولا لا يا استاذ احمد؟ قضية الدروس الخصوصية هذه من الأشياء التي لم تكن معهودة منذ عقود من الزمن. نعم. في جيلي أنا مثلا لما درسنا ما كانت هناك دروس خصوصية، كان التلميذ يعتمد على نفسه وعلى كتبه وعلى اجتهاده فقط. بمرور الأيام وبتطور أشياء كثيرة، منظومة الحقيقة هي متشابكة الفروع والأطراف، أصبحت هناك ظاهرة هذه الدروس الخصوصية التي بدأت بتدرج ثم استفحلت الحقيقة. هي اليوم أنا أعتبرها من زاوية نظري كمرب أعتبرها معضلة، لأنه أصبح حتى التلميذ السنة الأولى ابتدائي في نظر البعض يحتاج إلى دروس خصوصية، في حين أن الأمر لا ينبغي أن يكون كذلك. احنا في منظومتنا الإسلامية وفي الأدبيات التربية الإسلامية المربى تقسم مراحل التربية معناه تجاهه إلى ثلاث مراحل. يقول لك لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك الحبل على الغرب. يعني الطفل في سن سبع سنوات لاعبه وأدبه وصاحبه، لاعبه سبعا يعني نعم. سبع سنوات أيوة. وأدبه سبعا إلى سن 14 وصاحبه سبعا من 14 إلى 20 21 سنة ثم اترك الحبل على الغرب. يعني نضج وأصبح قادر على تحمل مسؤوليته، فإن كان هناك من تواصل فهو تواصل كما يكون مع الكبار. ما نجمش نصاحبه في السبعة الأولى؟ في السبعة الأولى يصاحبه، يلاعبه أكثر شيء. هو الحقيقة التركيز على في كل مرحلة التركيز على شيء، وربما دكتور نور الدين قد يوافقني في هذا، لا نعم. لا أستطيع أن أجزم بذلك لكن سيعلق على ما قلت. نعم. فالتلميذ هذا ابن خمس سنوات وست سنوات وسبع سنوات، هذا في حاجة إلى اللعب، في حاجة حتى الدروس في، أعتقد أنه في البلاد المتقدمة معناها المواد الدراسية الحشو الأدمغة بالمعلومات تكاد تكون ضعيفة جدا. يعني أكثر شيء هناك مادة ألعاب ومادة تمارين فكرية ورياضية وتنشيط وربما غناء وربما أناشيد وحركات رياضية وما إلى ذلك. فتهيئة المربى باش يكون معناها
مستعد للمرحلة اللي يجي بعدها يكون في أحسن استعداد. نعم، ذكرت معلومة مهمة أستاذ أحمد فيما يتصل بتنمية روح المبادرة لدى التلميذ. هل ترى احنا في عائلاتنا وفي أسرنا وفي ديننا وفي عرفنا وفي تقاليدنا ننمي لدى التلميذ هذه القيم ولا روح المبادرة؟ هذا هو من هو والتعويل على الذات والتعويل على النفس. نعم، المفروض احنا عندنا مفهوم التوكل في الإسلام، التوكل على الله. مفهوم التوكل هو مفهوم معناه قيمة عظيمة جدا. مفهوم التوكل يعني مش معناها تجلس وتضم يديك وتقول توكلت على الله، لا، أن تعمل وتأخذ بالأسباب، أن تبذل كل ما في وسعك. نعم. ثم ستجد من الله العون والمساعدة، فهذا هو التوكل على الله. هذا يلتقي مع روح المبادرة اللي تفضلت بها، وهو أنه أو روح الاعتماد على النفس. نعم. فهذا مهم جدا أن نعود التلميذ منذ الصغر أن يعول على نفسه في الاكتساب. تعرف فما نظرية في حديث نبوي اليوم يعتبروها من أكثر النظريات تقدما في التعليم، ولو عدنا إلى تراثنا، لو عدنا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا معناها درر في نظريات التعليم والتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الحديث يقول: وإنما العلم بالتعلم، والتعلم هو جهد ذاتي في اكتساب المعارف. صحيح أن المربي، وإحنا في نظريات تربوية نحبه ما نحبوش المربي يحشو دماغ التلميذ بالمعلومات، نحب المربي يرافق المربى، يرافقه مرافقة رفيقة فيها رفق، والمرافقة والرفق يجمو يمشوا مع بعضهم. صحيح. يرافقه برفق وبلين لكي يكتسب المعلومة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بضرب المثل، وكان يقدم السؤال وينتظر الإجابة، وهو يعرف أنهم سيخطئون في الإجابة ثم يصلح الإجابة ويبني عليها. هذا اليوم يسميوها بيداغوجيا الخطأ، أو معناها ثم كثير من البيداغوجيات اللي اليوم نعتقد أننا أخذناها عن الغرب، لكن لو عدنا إلى ديننا وعدنا إلى تراثنا وعدنا إلى ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقت يقول إنما العلم بالتعلم مش بالتعليم، بالتعلم. فما فرق بين التعليم والتعلم؟ التعليم من علم معناها فاعل يعلم مفعولا به، وتعلم هو فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول به. نعم. تعلم اكتسب. نعم. المعرفة. نعم. أنا كي نعطيك زهرة وقل لك لاحظ هذه الزهرة ماذا فيها، فيها شيء كذا، فيها هذا العضو، فيها كذا، وأنت تلاحظ وتدون وتستعمل فكرك، فهنا تبدو المعارف تتشكل بمرافقة المربي طبعا اللي هك الإضافة والتحسين والتقديم. بالتالي نوليه هذه قضية الدروس الخصوصية، وقد انطلقنا في الحديث بها وربما ابتعدنا عنها قليلا لنعود إليها. يعني أنا أرى أن المسألة أصبحت مبالغا فيها إلى حد غير معقول، ومعناها تكبد ربما الأولياء مصاريف كثيرة، ونحن بحاجة إلى أن نحسن أساليبنا التربوية. وربما هناك في بعض الحالات من ربما نساعده في حصص موازية أو ما شابه ذلك، لكن أن تصبح ظاهرة يعني خطيرة جدا، أنا أعتبرها خطيرة وأعتبرها تقلل من روح الاعتماد على النفس. يعني احنا ماذا بينا ما كانوش الوالدين قبل. نعم. يصرفوا الأموال الطائلة. نعم. باش التلامذة يزيدوا ياخذوا حصص خصوصية. نعم. كان التلميذ يعول على نفسه والطالب يعول على نفسه ويحقق نتائج باهرة، ومن فضل الله تعالى حققنا وحققتم نتائج باهرة، نحمد الله على ذلك. الحمد لله. دكتور، تراشي أن الصعوبات اللي نعيشوها اليوم هي صعوبات نفسية أكثر منها مادية بالنسبة إلى التلميذ وبالنسبة إلى العائلة وهي تواجه عودة مدرسية؟ أي هم الزوز في الواقع الاثنين ما تعمل الزوز. شنو ترجح أكثر أنت؟ إيه، هو مثلا برشا دراسات الظهر كانوا أبناء اللي معناتها لهم فقراء اللي يخدم معناتها أوفري حنقولوا معناتها عامل يومي ولا كذا، عندما الرسوب أكثر بالباهي من أبناء الناس اللي عندهم شهيد، دونك هذا واقع. زي كيف وقت العائلة تقول هكا؟ ثم دراسات الظهر هذيا
كيف الأبناء نتاع العائلات اللي فقيرة، الفقر يلعب دور. معناها الوضع الاجتماعي يؤثر على مردود التلميذ وعلى نتائجه. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. وثم ولكن ليست قاعدة طبعاً. ما عندها تأثير. خاطر نلقاو أنه النتائج الباهرة موجودة لدى مختلف شرائح المجتمع بقطع النظر عن الوظائف الاجتماعية لأوليائهم أو الانتماء الاجتماعي لهم. هو في الغالب نعم. يعطيك الصحة سي نوري. هو ثم نسب. احنا ما قلناش كل واحد يخدم خدمه بسيطه، راهو صغار كل مشي طلعهم جومي. نعم. اما مثلا تلقى نسبه الرسوب عندهم 20%، عند الناس اللي هم الاولياء اللي هم عند مستوى تعليمي عالي تلقى مستوى الرسوب مثلا 5% فقط، دونك ثم نسب اقل. نعم. مش معناتها كل واحد بوه ولا امه عنده مستوى عالي مش يكون ناجح، وكل واحد تنطي نسب. نعم. دونك نسب موجود تاثير نتاع الظروف الاجتماعيه. الشخص اللي ما عندوش مكتبه، ما عندوش بيت وحده مثلا، فيمش يقرا. لكن احنا مدبينا من تون في التحضير النفسي، تحضروا لزده بيته، قلنا فين تحب تقعد، في التركين هذه ولا في الاخرى، مش نغيروا شويه. ساعات عملوا نواره كيما هذه فوق البير، وحنا لوحه كقدام وترم تكفي باش تبدلوا الجو، باش تخليه نافح اكثر وشير اكثر باش يدرس. اذا ثم تاثير نتاع الظروف هذه. أنا نحب نلح على بعض النقاط اللي نشوفها هامة. نعم، ونقاط يجب يشاركونا فيها مشاهدينا بالتليفون 74 621 607، وإلا بالأسئلة اللي توصلنا في البريد الإلكتروني وأيضا في الفيسبوك. نعم دكتور. احنا في القانون في تونس يمنع على المدارس التحضيرية وعلى الروضات باش يعملوا تدريس الكتابة والحساب، يمنع راهو عليهم. بينما هذين اللي حضوه موجود، وهذيا الناس اليوم دي جون بريكوز، حنا نقول ناس سابقه شويه، ثم صغار قام سابقين شويه عصرهم. احنا كنا من الاول هكاك، ثم شكون تلقى في السنه الاولى يقولوا ديريكتومون نحاولوا في السنه الثانيه، انت سابق زملائك مثلا في الذكاء وفي الطاقه والكل. هذوما ينجم ميسيرج لهم هما، ولكن الاغلبيه وخاصه الناس اليوم عندهم صعوبات في التعلم، ثم كي مرض السماء ديسلكسي اللي هو الذكاء عادي، ولكن ثم تاخر في القراءه وفي الكتابه. حتى تو تطلب منه باش يكتب اسم، يكتب لك مثلا اسم علي ولا صارح اللي هو، بعد شويه تقول له ترى اقرا، ما عادش يعرف يقرا خطه هو، يلقى صعوبات شديده في القراءه. وهذا ينتج على نقص ناضج في منطقه في المخ، واللي تكبر مع العمر. اذا كان الصغير هذايا ما زرعناش فيه شعور بالفشل وباليأس وبالنقص، راك يوصل للسن 10 12 سنه يمنع ويواصل. اغلبيه الاطفال هذوما ياكلوا ما سخر الله لهم من البخس ومن الهانات ومن الاحتقار ومن عدد مشومه والى اخره، لان قد تحطيم نفسيته وما يشمش باش يواصل. بين هو تلقى الذكاء نتاعهم عادي، كي تعطي عمليه حسابيه يجم يعملها اذا كان تقرا له انت النص. اما اذا كان لازم هو باش يقرا تحب له وقت طويل جدا، فهمت؟ وهذوما احنا ساعات نبعثوا اجوبه الى المدير ولا الى المدرس ونقول له هذا انسان عنده ديسكالكولي ولا ديسلكسي ولا مرض معين، ولكن تلقى ما ياخذوهاش بعين الاعتبار. طيش يقول له الطبيب خلوا وضع الروح ولا شنو الكلام، عاود اللي يعمل بحث مثلا يجي يبحث عليه ويفهم شنو الحاله بالضبط. نعم. وعندنا برشا حالات اليوم انقذناها اذا كان النفسيه نتاعو سليمه، طاقه سليمه، راهو بعد يفاريكوبيري. كيفاش تنجم تكون النفسيه سليمه دكتور بالنسبه للتلميذ ولا بالنسبه للمربى؟ يعطيك الصحه. انا يعني نحب نلح على الاولياء وعلى المربيين، يكونوا اهم حاجه النفسيه السليمه نتاع الصغير. حصل العلوم ولا حاجه ثانيه، الاولويه الاولى هي في نفسيته مش في النتائج التربويه. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. معناها يجيب لي معدل باهي، يجيب لي شهاده شكر شرف، وهذيك في مرتبه اخرى، ولكن الاولويه بالنسبه ليك هي نفسيه. تكوين شخصيه سليمه. وشنو هي تكوين الشخصيه السليمه؟ كيفاش تكون؟ اللي هو انسان عنده ثقه في نفسه، اللي تزرع له ثقه في نفسه. نعم. الصحه ما عندوش دي كومبلكس، ما نعقدوهاش. ثم صغير يجم يكون هو مثلا حركيا ناقص، ولا تلقاه ايسر، عندي برشا تلامذه تلقاهم ايسري ما يسالش. ثم شكون من المربيين ربي يهديهم يقول له اللي صار حرام، اكتب لي باليمين، وليك البيت اللي صار يقول انت تعطي قلنا سي احمد في هذا. نعم. هو هذا الايسريين، هذه نسبه، ثم واحد على ستة تقريبا من الناس ايسر، وثم شكون ايسر 100% كما ثم شكون ايمن 100%، وثم شكون تلقى 50% ايسر 50% ايمن، يجم ثم شكون تلقى 70% ايمن و 30% ايسر. كيف احنا نعكسوهم لي غوشي كونتراري هذوما يتسموا، نعقدوهم نمرضوهم ما نقدموا في محد شيء، فهمت؟ اذا هذه تولي عنده عقده نفسيه منذ سن مبكر، مرضوه نفسيا وتاثر عليه. نعم. اذا لازم الصغير حتى لسن 6 سنوات ما يدرسش، نجم نعطيه يلون يزين ما يدرس يلعب،
راي نقطة مهمة اللي تذكر فيها دكتور، معناها عمره 6 سنين وما ندخلوش باش يكتب ويقرا هكا بالنسبة لك انت. او فما شكون يبدا حتى في الاربع سنين يحب يعلم صغير ويكتب ويقرا سي لا كورس فيلا بريكوسيتي، ويبدا حتى ناقص 4 شهور و5 شهور يقول لك لا لابد انه ندخله المدرسة، ولازم انه يكون حتى ناقص في العمر وندخله المدرسة ويقرا وما يخسرش عامه. ثم سباق اجتماعي، ثم سباق عائلي اللي هو ضار، ثم عائلة تفخر قال كان ولدي من السن 4 سنين يكتب، ناخذ نقول له انا 3 سنين ونصف ويكتب. اذا كان عنده قدرات دكتور شو المشكل في هذا؟ سامحني وزاد كيف كيف ثم روضات اليوم كيف كيف قال كان في روضتي بعض الصغار اللي عمره 1 ونصف يكتب لي، وهذه السباق راه يضر بالشخص. تراه انت مضر هذا مش كذا، معناتها يتفقوا علماء النفس واطباء النفس على كون السلوك هذا ضار. هو الصغير في حاجه للعب، في حاجه الى استكشاف الاشياء باش يعاودوا برا حروف ولا يطبق شروط قاسيه ماهوش نافع. يمكن كما حكيت سيادتك يمكن بعض الحالات ثم 1 ولا 2 نابغه عنده قدرات عالميه مثلا متميزه صحيح. 1 على 100 مع العلم كونهم الناس الفائقين الذكاء لي سور دوي يلقاو صعوبات في الدراسه كبيره، والاغلبيه يقع فصلهم يدوبل ويقع فصلهم، مش من نقص الذكاء، من زياده الذكاء. واضح خاطر زياده الذكاء تخليه هو يفد في القسم يقلق، الأستاذ مش عاود يقول لك يعاود يدي مرواطها يفد يولي خام في حاجه اخرى، وثاني حاجه ما يفهموش ساعات يسال سؤال ولا يعطي ملاحظه الأستاذ يقول له هذه ما يشبه بقاتها، هو راه خطر سابق ذكي سابق عصر كما نقولوا احنا. اذا راهو معناتها وقت اللي ثم الشر نورمال، وقت اللي ثم معناتها حرص شديد باش التلميذ من السنوات الاولى يبدا يكتب ويبدا يقرا راهو انظر الصغير. انا والله عندي حاله جاتني إذا أنت توافق سي أحمد كيف قال المرافقة برفق. منا المرافقة برفق وبلين. إذا الحالة هذه البو في السلك نتاع التعليم بنوم زاد كيف كيف ملي ولده عم شو 4 سنوات يقول له اقرأ، الطفل ما يعرفش العصا يضربه، الطفل تعقد ماش وريك يجي يقرأ يولي مرعوب، وإذا كان إنسان خايف ما يحفظش راهو. احنا نعرف قبل كيفاش تربيو الأجيال السابقة برشا فيهم تربيو بالرعب، الفلقه والعصا والحجره في الاذن ذلبية حتى لي قول انت هذه مرفوضه تماما، مرفوضه تماما هذه مرفوضه اخلاقيا، وحتى كان جابت معناها ناس في ظرف معين متميزين دراسيا مش بالضروره معناها راهي القاعده هي اللي تجيب ناس معقدين نجم يكون متميز في حد معين لكن ما هي الشخصيه اللي هي سليمه واللي هي ايبانوي احنا نقولوا في الشخصيه اللي هي متماسكه واللي هي سليمه. نعم احنا مش نتفاعلوا معكم مشاهدينا ومش ناخذوا بعض المكالمات الهاتفيه، فقط نقطه حبيت نرجع لها يا استاذ احمد فيما يتصل قال اليد اليمنى واليد اليسرى كيف يبدا التلميذ يكتب باليد اليسرى، هذا ترى عيب ولا حرام ولا كيف يتعامل معها التلميذ ولا المربي؟ خليني نعلق على اخر ما كان نعم قبل ما ناخذ التليفونات ثم اعود الى هذه النقطه. قضية التعليم بالرفق وباللين وبالمحبة هي نظرية قرآنية نجد أعطينا النظرية خطرة وفي حاجة إلى المحبة. لا هو إحسار الناس ما ترجعش للقرآن، الله تعالى يقول بخصوص تربية سيدنا موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذا قرآن كريم يعني بالمحبة وبالرعاية وتحت إشرافي تحت نظري بمحبتي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أنس بن مالك كان صحابيا جليلا تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أو رافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي شيء لم أفعله لما لم تفعله، ولم يقل أبدا لشيء فعلته لما فعلت كذا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالقدوة وبالمحبة وبالتوجيه الطيب. وتعرفوا القصة الشهيرة نتاع أحد سبطيه الحسن والحسين. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وارتحله الطفل وطلع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم من السجود حتى نزل الغلام وحده، ما دزوش هكا وطيحوا وقال له وبعد شدوا وضربوا وقال له ما قل تربيتك وما قل حياك، ما عملش هكا النبي صلى الله عليه وسلم. سألوه الصحابة قالوا له يا رسول الله أطلت السجود؟ قال لهم لقد ارتحلني ابني، معناها اتخذني راحلة ركب على ظهري. نعم. لقد ارتحلني ابني فكرهت أن أعجله،
حتى ينزل. شوف الأخلاق العالية والتربية العالية اللي كان يقوم بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يجب أن تكون دائما مبثوثة، والتي يجب أن تكون نعم. لا هو بالزجر ولا هو بالضرب ولا هو بالعياط ولا هو بالصياح، لا ابدا، ولا هو نحرمك من المصروف نتاعك ونحرمك من كذا اذا كان ما تحققليش النتائج هذه. هناك اساليب تربويه عاليه وراقيه، المحبه، الثقه، زرع الثقه. التلميذ اللي الحركي كثيرا واللي بعض المربين او بعض الاولياء ربي يهديهم ان شاء الله يقول لك شيطان، يودي ملايكه هذاك، شو شيطان؟ اش معناها شيطان؟ كلمه شيطان راهي كلمه كبيره ياسر، راهو ملايكه هكا، حتى الملائكه لا تسجل عليه اعماله، مازال ما يتحملش مسؤوليه اعماله عند الله تعالى، القلم لا يكتب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، من بين الثلاث هذوما الصبي الصغير حتى يحتلم، حتى يدرك سن البلوغ وينضج شويه ويولي يتحمل مسؤوليته في افعاله. معناها ما تحدلوش من الحركيه، ما تحدلوش من النشاط، من الحماس، من الاندفاع، بالعكس هذا كيشكل نقطه قوه في تكوين شخصيته. نواجه المربين ونواجه الى انه التلميذ الحركي راهي هيك الحركية ربما اللي راها المربي أو الولي مفرطة، هذيك دلالة نبوغ وذكاء. ما نعرفش الدكتور يوافقني في هذا ولا لا. ساعات تكون راهي أنا متمرض، خاطر برشا حالات معناتها لازم راهو احنا ديما ثم طبيب مدرسي وليويت لها بحالة الخفاق. راهو ساعات تلقى تلميذ ياما حركي برشا كيما قال سي أحمد، ولا تلقى بالعكس زاد خامل، يما احنا نسبوه نقول انت خامل وانت كسول وانت ما نؤثمه، ولا راهو تلقاه عنده اكتئاب، راهو الصغار يجي من الاكتئاب برشا، راهو حتى الاطفال اللي يقل حتى في كرشمه يجي الاكتئاب، حتى في كرشمه يجي الاكتئاب. لا لازم نعرف ولا بتفاصيل معك دكتور. مثلا ساعات تلقى مزوز توأم في كرش الام ثم واحد منهم يموت، الصغير الاخر هو اللي مكتئب اللي كان بعده هكا، لانه التوأم نتاعو توفي، التوأم نتاعو مثلا يتأثر بالبيت. معناها النفسية موجودة لدى الجنين، ملي متلول راهو يحس يشعر، هو على الاول يجيو المواد نتاع امه، الهرمون تمشي في الدم نتاع الام يحس بها، الام خايفة يتقل لك الظن نتاعي في كرشي ولا هيرش، خاطرني خايفة مثلا، ولا اذا كان حزينة كيف مش أثر علي، ثم تأثير هذه حاجات ما نعرفوهاش برشا. لازم ناخذوا بعين الاعتبار الامور هذيا، وراهو الخفاق الدراسي والرسوب راهي مشكلة جدية ما ناخذوهاش بسهولة. نرجع لها بالتفاصيل معك دكتور، نرجع لها، أما خليني نجاوب على السؤال اللي طرحته على سي أحمد فيما يتصل باليد اليمنى واليسرى، خلينا مش ناخذوا تليفونات يا سي أحمد. نعم. بسرعة وبعجلة، هذا الحركي لابد أن يعي المربي أن الحركية هذه يستطيع أن يستثمرها بطريقة ذكية، بأن يكلفه بمسؤولية معينة في الفضاء التربوي الذي يعيش فيه، وبالتالي يراها هو ترفع من معنوياته، ثم سيصرف تلكم الطاقة اللي نسميها احنا تهريج ونسميها شيطنة بين الظفرين، وحاشاه الطفل ما هو الشيطان، يستطيع ان يمتصها وان يوظفها لصالح التلميذ. قضية الاكل باليمين وباليسار والكتابة هذا من السنة، ما هوش حرام لكن يستحسن. إيش معنى يستحسن؟ معناها الأصل أن يأكل الإنسان بيده اليمنى، وأن اليد اليمنى اليد اليسرى معناها جعلت ربما لتنظيف النجاسة، فهذا من هذا الباب الجانب الشرعي يقول لك يستحسن اليمنى. لكن إذا كان إنسان التخلق أشول في العربية اللي يستعمل يده اليسار يسمى أشول ويسمى أعسر، معناها اللفظين هذوما. فهذا في الفقه الإسلامي نلقاه له حلول، حتى ذبح الأضحية الحيوان يقول لك الفقهاء الأفضل أن يذبح صاحب الأضحية أضحيته بنفسه، وإذا كان أشول يحول عوض أن يضجع الكبش على جانبه الأيسر ليذبحه بيده اليمنى، يضجع الخروف على جانبه الأيمن ليذبحه بيده اليسرى، فمش إشكال. فهذا حلال. ما هوش حرام، بالعكس حلال، جائز. لكن هذا احنا نشجع على الأكل باليمين خاصة الأكل. والكتابة معناها الله غالب إنسان خلق ربي، ساعات إنسان يكتب اليد اليسار تلقى خطه مزيان ويعمل كيف تبارك الله عليه، معناها ولا إشكال في ذلك. يعني هذه مسألة جينية، معناها جينيتيك هكا ولا لا يا دكتور؟ مسألة جينية، معناها في الجينات اللي خلق ربي عليها هو تركيبة. إذا ما صنعوش منها مشكلة، ما نعملوش منها مشكلة، ما نعملوش منها قضية، ما نحبلوش، ما نقولوش كلام جارح ولا حاجة. نعم دكتور وسي أحمد، ناخذ بعض التليفونات اللي معانا. أهلا وسهلا بها، تتفاعل معانا في التليفون. على السلامة سي أنور.
الحقيقة. مرحبا بك سي أنور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنور دم أخذ تلفح. مرحبا بك سي أنور وتحياتنا لكل الأسرة التربوية ولكل الأساتذة والمعلمين والمربين وكل الفاعلين في الحقل التربوي. سيدي شكرا. يا عيسي. أنا عندي سؤال. تفضل سي أنور. هو بسيط لكن حله أنا لو ما فيش حل. وهو؟ البرامج الموجودة في الإذاعات وفي التلابس. بارك الله ما شاء الله. نعم. وتعرف العلة وبيت العلة سامحوني بالكلمة هذه. نعم. لكن أين الحلول؟ كلمنا ياسر على دروس التدارك من عدة سنوات. أيوة. إلى درجة الأولياء ولا تقول إنه ما مشكل برد في داري ولدي وكان ما يقرأ في بيدرا وما ينجحش. وأنت شترى؟ لا حد نعم. تعمل خط للشيء هذا للأولياء للحاقد في المشين إلى متى مشين بالشيء هذا إلى متى؟ أو نحاول برامج ونحاول حلول. وفي أحمد أستاذنا الجليل بحذاكب هو أقرب الشيء هذين. نعم. معروفة الحلول موجودة لكن السلطة العليا أفهم حكين توبا الشيء عملي تفاخر. إيه توحنا سمعنا ياس يانور وأنت أستاذ وأنت مربي فاضل ونحييه فيك هذا التدخل. شبينا ديما نرميه المسؤولية على السلطة العليا والسلطة الإشراف وسلطة الوزارة وليه أنت دورك كولي وكأستاذ وكمربي في أنه ترشد هذا السلوك. سمحني أنا جاوبة. إيه تفضل. خاطر ظهرت البادرة بالحق اللي ما يخرجش فيه سيرتو من سنة سابعة حتى لسنة ثانوي نجاحه في الشك. لكن في الداخل ولا صافي. علاش في الشك اذا كان الانسان يعول على ذاته؟ خاطر يظهر التلميذ القوي والتلميذ اللي عنده شويه معلومات في دماغه في راسه. كما خرينا احنا قبل انا خريب. تسمع فيها؟ اي تفضل استاذ. انا خريب عند في الابتدائي تضربت مره برد علاش؟ خاطر ما نسيتش حتى دروس التدارس اللي قرينا فيها ليش؟ قال لي ما تجيش تحط بويا ما عطاني خلي وانا قلت نجيب معاك بوكا ما عرفت مربي مرمى. باهي هذه قاعده هي حقيقه راهي ماذا بينا الانسان ما نعرفوش منها. نعم. لكن نقول الطلبه العليا خاطر هو الطلبه الهادي حقق قرار التدارك وابني للتلميذ الضعيف اللي هو قلب الحكايه يا اخي اللي هو التلميذ اللي لابس عليه هو اللي يقرا في البيت الضعيف عامل يموت لو لقاه يا حبيبي راهي بعت شافها لو ليا يا حبيبي راي مخليت ما تعمل والتلميذ ظل في راسه ده ميقرأ دي ميزح. نعم. يعطيك صحة أستاذ أنور مرحبا بيك شكرا على تدخلك. دكتور نور الدين عندك تعليق على المكالمة. نعم. هو ما فيش شك أنه أي ولي يحب صغاره توصل صغاره تنجح بالباهي وهونيك اليوتيوب هي وسيلة باش الصغار هذيا معناتها تنجح أكثر. اليوتيوب احنا باش نقولوا ضارين ماهمش ضارين أما ماذا بيا لو كانت تقع ديمقراطيتهم العباد الكل تولي تعمل اليوتيوب مش كانش النخبة اللي عندها مثلا فلوس ولا عندها الإمكانيات لازم العباد الكل على خاطر علاش هذاك ينجم يقرا اليوتيوب تولي حظوظه في النجاح اكبر والاخر مسكين ما عندوش دونك باش يكون بقى الحظوظ. خاطر فرق بين واحد ماشي يقرا وحده كما كنا قبل سي احمد وانا من الجيل القديم كنا ما كناش نعملوا الكل اليوتيوب تو ولات كيف حاجه ضروريه ولكن الاشكاليه يكون مش العباد الكل قادره باش تعملها. ماذا بينا كان نعملوا العباد الكل في الليسي ولا في مدارس العبد الكل تقرا في اللي يحب وحده بالفلوس يعمل على شيره ما يقلقش برشا اما لازم اللي يحب يعمل ما يكونش ثم مانع مادي باش يعمل ليتيود. نعم. سامحني تفضل استاذ احمد. نحب نحاور شويه دكتورنا العزيز هل هي ضروريه من حيث المبدا ام هي الضروره هذه خلقناها نحن بتداعيات مجتمعية وتداعيات معناها يبدو أن سؤالك فيه إجابة نرجع لك. ليه يا أستاذ أحمد ناخذ رأي الدكتور نرجع لك. هو سباق طبعا سباق بين أفراد شكون يجي الأول في القسم شكون يجي الثاني شكون يجي الأخراني ونهاري وقت ثم توجيه اللي مش الاول واللي مش اختار شعب الاولى. اي تو السباق هذا مطلوب ولا دكتور؟ احنا نحبوا نزرعوا لدى ابنائنا ايضا القدره على انه يكون متفوق وش بيه شنو ليس عيبا أن يكون متفوق ومتميز ويعتمد على نفسه ويكون متفوق. المدرسه هي كانت لحد مش بعيد برشا هي اعز وسيله للنمو الاجتماعي. المدرسه هذا سابقا والان حتى تو قصه تنقص معناتها اللي يحب يولي لاباس عليه اللي يحب يتحسن ظروفه ويقرا قثم ناس كانت تبيع ملكة باش صغيرة تقرأ يقرأ في تونس يقرأ في الخارج يبعد فايدة القراءة هي وسيلة باش يولي عنده مستوى عالي طبعا يمكن نقصد اللي يعمل يمكن مشاريع يمكن يصور أكثر لكن كان ثم رغبة كبيرة الإنسان اللي يحاس بالنقص. نعم. نقص مادي ولا معنوي يمكن حس بنقص قدام دار عمه ولا دار خاله ولا دار كذا يعرف كونه بالدراسة ينجم يلحق الركب
يولي ولدي مثلا مهندس ولا محامي ولا طبيب ولا استاذ، وضعك حتى قدام الناس مش نزم شاني وحتى ماديا مش تحسن الظروف نتاعي. تو السنين هذه الشركه تنقص قيمتها، دونك يمكن تغير ظروف. اما الاوليه عندهم سعي محموم وسعي مفهوم، تفهموها كون راهو كل حد يحب ولده يوصل، يوصل ماذا بيه كاحسن حد، ماذا بيه حتى جاره ولده هو مش يكون احسن. طموح مشروع، طموح مشروع. نعم. اما اذا كان العباد كل عند نفس الحظوظ به، اما اذا كان انا خاطر عندي فلوس نقري ولدي، ولدي يوصل وانت ما عندكش، ولدك ما يقراش ما يوصلش، ولدي انت ولد كثكه من ولدي لربما ما يوصلش، وانا ولدي خاطر عندي فلوس مش يوصل اكثر. فهمت؟ هونيك ما عادش سباق سليم، خاطر سباق سليم اللي عنده اكثر دي كومبيتونس، عنده اكثر طاقه، هو نعطيه مناصب عليه اكثر. باش نعطي انسان رئيس قسم في الطب مع شنو، اذا كان هو محدوداته ضعيفه وصلها بالفلوس، خاطر مش قرا في عاش في امريكا ولا فين بالفلوس وبرا في كليه مع حتى مستوى، انك تعطيه شهاده عليا. نعم، تفضل استاذ احمد. هو اخونا الاستاذ انور اللي دخل اذكر شيئا مهما قاله، قال انا تعاقبت مره في حياتي. علاش؟ قال لأني لم أحضر الدرس الخصوصي اللي كان المعلم يعطيهن مجانا، وأنا أدركت شيء من هذا وأنا أدرس في مرحلة معينة. كنا نأتي بالتلاميذ في فترات لتقديم دروس إضافية دون أن نطلب مقابل منهم. أنا مانيش توا باش ندخل في إشكالية أنه حرص المربين على الكسب، لا مش هذا. هذا ربما فيه جانب مشروع إلى حد، إذا كان يكون معقول نقوله هو مشروع. نعم. لكن أنا القضية قضية تربوية، مش قضية معناها مادية، ما أنا ما نشوفهاش بالفلوس، أنا نشوفها بالجانب التربوي. ماذا نزرع في أذهان هؤلاء النشأ الصاعدين؟ صحيح الولي كما قال دكتور نور الدين معنى عنده حرص على أن يكون ابنه متميز، هل هذه هي الوسيلة المثلى ليكون متميز أن يدرس الدروس الخصوصية؟ إشكالية كبيرة. نعم. قضية التسوية، هل هذا أمر ميسور باش نمكنوا كل التلاميذ إما من دروس خصوصية أو من الوسائل الإضافية، هكا الإضافة النوعية اللي نقدمها، الجرعة الزائدة اللي نقدمها تربويا أو تعليميا أو نعم. باش التلميذ يرتقي أكثر. نعم. إذن المشكلة أستاذ أحمد حتى حتى بالإمكانيات. نعم. المادية المجتمعية معناها الوطنية، معناها فهمت؟ نعم. الحث على الأخذ دائما بتحصيل درجات أرفع من العلم والمعرفة، سواء كان داخل الفصل وإلا في حصص أخرى للتدارك أو في حصص أخرى إضافية، هل هو أمر مطلوب لابد أن يزرع اليوم لدى التلميذ ولدى الناشئة يا أستاذ أحمد؟ نرسخه لدى التلميذ في أهمية الأخذ بأسباب العلم دائما. أكيد هذا مطلوب، سواء كان في حصة رسمية في الفصل ولا حصة أخرى، معناها ما العيب في هذا؟ لا عيب، هو لا عيب، هو العيب في أنه التنافس والاستباق اللي تكلم عليه الدكتور يعني وصل إلى درجة يعني حقيقة ولد ظاهرة مقلقة وظاهرة مؤسفة تكلف ماديا ونفسيا وذهنيا بالنسبة للتلميذ، وربما أغرت بعض ضعاف النفوس من المربين. وأنا تحية كبيرة للأخياني المربين، هما تحية لهم جميعا زملائي. نعم. وأنا أحبهم لأنهم من أهل التربية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معنى يقول إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يثنون على معلمي الناس الخير، لكن مع الأسف ربما هناك بعض ضعاف النفوس من انخرطوا وربما نزلوا إلى مستوى المادي إلى درجة ربما لا تليق بكلمة مربي وباسم مربي، مع تنزيهي للجمهور. نعم. الأعظم من المربين. نعم. اللي نحيوهم ونعتبرهم كما قال فيهم شوقي، كاد المعلم أن يكون رسولا، ويجب أن يكون كذلك. نعم. إن شاء الله دائما الأسرة التربوية بخير. أستاذ أحمد، إلى ما يحتاج الوضع التعليمي اليوم خاصة في بلادنا ما بعد الثورة؟ شنو اللي يزمو يحتاجه ويزمو يترسخ ويزمو ندعموه أكثر في بلادنا؟ يحتاج إلى ثورة جذرية في برامج التربية. البرامج يجب أن يعاد بناءها على أسس سليمة قويمة فيها جانب القيم، وفيها جانب هذا زرع روح المبادرة
فيها نستعين بالخبرات الناس هذوما، معناها أهل الاختصاص النفسي وأهل الاختصاص التربوي، ونعود إلى أصالتنا وإلى تراثنا لنبني جيلا قادر. راهو في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية استدعوا خبراء، امبراطور اليابان استدعى خبراء قال لهم شوفوا لي في التاريخ أي معناها مجتمع نهض بسرعة في فترة، فبحثوا فقالوا له الإسلام، فقال انظروا ماذا في الإسلام، وأخذوا من الإسلام. وفعلا أنت توك تجي تشوف اليابان تلقى مبادئ إسلامية كثيرة موجودة في المجتمع الياباني وفي المجتمعات ربما المتقدمة، حتى أن المصلح الكبير محمد عبده رحمه الله لما ذهب إلى فرنسا وعاد سألوه قال وجدت في بلاد الغرب إسلاما ولم أجد مسلمين، وفي بلادنا مسلمين ولا يوجد إسلام. المشكل إذن ما هو المشكل؟ المشكل هو ما الذي ينقصنا أن نكون دائما أمة علم واجتهاد؟